بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بانه اليوم شاف الاجواء اللي مرت فيها المباراه، كنظن جميع العوامل المساعده باش اللاعبين يقدموا مستوى جيد وعطاء جيد في الملعب كانت حاضره. في المقدمه ديال الجمهور الكبير اللي جا واتت المدرجات ديال الملعب طنجه الكبير، الحمد لله عطانا واحد الشحنه قويه اللي خلاتنا دخلنا في المباراه بشكل جيد. كنظن حتى الارضيه فهي مساعده جدا للفريقين. اليوم الحمد لله شفنا طبق كروي جيد بالنسبه للفريقين بجوج، الحمد لله كانت غلبه لينا بفضل مساندة الجمهور بالدرجه الاولى. المغرب فاسي خلق بعض المشاكل، فعارفين بان المغرب فاسي فريق اللي هو جيد، عنده عناصر شابه وكتلعب كره حديثه، كذلك الشان بالنسبه للاعبين ديال طنجه. ما عندناش اللعب المباشر، فلازم على اننا ندحرجوا الكره ونوصلوا بها للشباك، الشيء اللي الحمد لله خلقناه، تمكنا اننا نسجل جوج اهداف، الحمد لله كانت حاسمه وعطاتنا ثلاث نقاط.